بداية انطلقت فعاليات الدورة الثانية لأيام فتح بربر لمسرح الشباب بمدينة يسر ببومرداس تحت شعار الفن الرابع مرآتنا جميعا، حيث تضمن إذن ضيوف شرف الطبعة فنانين من دولة فلسطين تونس وكذا فنانين جزائريين. هذا واستمتع إذن الشباب الموهوبين في التكوين المسرحي على هامش الفعاليات. متابعة مع رياض محمد قاسمي. في مهرجان فاجا العربي انسانه ما شرحت حضرت لي زاتولي تاعها كفاءه اكيد ان شاء الله يكون عندنا ان شاء الله تعامل صغار مازالوا في الارض من خلال هذه الورشه. اطرت شباب في هذا المهرجان، اتوا من كل ربوع الجزائر ما شاء الله قاره، ومعنا حتى من فلسطين من غزة. فيها شيء جميل جدا. أول شيء اكتشفت طاقة، اكتشفت محبة في الشباب للشباب هذا للمسرح، اكتشفت يعني طاقات إبداعية مهمة جدا. الكونديسيون تاع الخدمة مليحة، قاعات ممتازه، اقبال شبابي كبير. بيان سور في الورشه لقيت فما اقبال جميل واقبال ممتاز على ورشه الارتجال، والجانب المزيان برشا الفضول. انهم جاوا كلهم بدافع الفضول، حبوا يعرفوا شنو الارتجال او شنو الطريقه اللي باش انا نسير بها الورشه نتاع الارتجال. استفدنا كيف نتحكموا في الجسد تاعنا، وعطانا تاني أهمية الجسد للممثل. لازم الممثل يكون حاجة الأولى، لازم يكون عنده الجسد، بعدها باش نروحوا لأشياء تانية. استفدنا معاه تاني بزاف أشياء. الورشة كلياتها حلوة، المفيد منها أنه تعلمنا إشي جديد بالمسرح، وتاني إشي إحنا تعرفنا على بعض. أهميتها أنه الواحد إذا كان مشغول أو إشي مش متعود يتدرب هان بيذكروه، بيعملوا له مرونة، وكمان برضو بياخد معلومات جديدة. كل مرة بتلتقى مع أستاذ بتاخد منه معلومة جديدة بتخص مجال من مجالات المسرح، وبتكتشف كمان تخصصات يمكن أنت مش سامع فيها بالمرة.